السلام عليكم. 3 أشياء يجب توفرها علشان تبتدي ويستمر الحريق. أول حاجة مادة قابلة للاشتعال، تاني حاجة الهواء، ثالث حاجة الشرارة أو جسم سخن. قسموا الحاجات اللي ممكن تولع إلى ورق وخشب وأقمشة، شحوم وزيوت، الحاجات اللي هي جاية من البترول، وبعدين الحاجات اللي هي كهرباء، اللوح والمواتير، المعادن، وبعد كده زيوت النباتية زي زيوت الأكل. لما تيجي تشتري طفاية لازم تشتري الطفاية المناسبة للخطورة أو مكان اللي عندك. فمثلا بالنسبة للمطاعم لازم تكون حرف كي، لأن هي دي الزيوت والشحوم النباتية، السي اللي هي الحاجات الكهرباء والمواتير، الاي اللي هي الحاجات العادية اللي هي الخشب والقماش. تفاصيل أكتر في الشرح.